فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ثم تاب بعد وفاة المورث وقبل وقبل توزيع الإرث، فهل يرث مثل هذا؟ لا، إذا مات مورثه وهو محكوم بردته فإنه لا يرث منه. إذا تاب باب التوبة مفتوح، لكن الميراث راح. نعم، إلا يقولون لو أنه تاب قبل تقسيم التركة، فإنه يعطى نصيبه ترغيبا له بالتوبة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.